بارك لنجومنا وطبعا نجوم مصر كلها في الهاندبول فوزهم بكأس مبروك العالم مبروك. واستقبال الحقيقه اسطوري في مطار القاهره واستقبال تاريخي، والجمهور الحقيقه كان رائع، ومنتخب يعني حدث ولا حرج مكافئات بالجمله بتنهال على منتخب كره اليد، يستاهل المباركه ويستاهل التحيه طبعا. طيب الحقيقه بص الهاندبول دايما في مكان مختلف، يعني الهاندبول والسكواش بصراحه الاثنين لعبتين، ان مصر يبقى عندها ابطال ابطال العالم في السكواش وفي الهاندبول، والهاندبول تاريخ كبير جدا، مصر عندها تاريخ كبير جدا، كلنا فاكرين الفرقه بتاعت المنتخب الشباب بتاعت 93 وبعد كده 99 و على فكره لما تيجي تبص هتلاقي ان المصريين بيحبوا الهاندبول جدا، يعني بعد الكوره طبعا بيحبوا الهاندبول جدا، لعبه اكسايتنج، لعبه فيها ابس اند داونز وفيها على طول كاونتر اتاكس وبريكس على طول، المصريين بيحبوا الهاندبول. ولكن يعني لو تسمح لي اتكلم في دقيقه عن الهاندبول، المسؤولين عن الهاندبول في مصر في وقت من الاوقات عملوا ثوره، واتمنى ان احنا في كره القدم نتعلم من الثوره دي. في وقت من الاوقات بتحتاج جرأه كبيره جدا ان انت تغير الامور وان انت تحسن للاحسن، فعملوا ايه يا كابتن حازم؟ جم في وقت من الاوقات كان عندنا فقر كبير جدا في اللعيبه الشول، راحوا قايلين ان كل اللعيبه في كل فرق الناشئين والشباب اللعيب الاشول الجون باتنين. الكلام ده بقاله كام؟ بقاله 10 سنين عشان يدور على لعيب اشول. وبعد كده قال لك ان 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 في البطولات بتاعت الناشئين والشباب لازم الشوط الاولاني تلعب بفرقه، ولازم الشوط الثاني تلعب بفرقه، والشوط الثالث وعمل الشوط الثالث تلعب ميكس ما بين الفرقتين عشان يضمنوا اكبر عدد ممكن من اللعيبه ان هو يشارك في مباريات الناشئين، ما يبقاش المدربين الناشئين معتمدين على عدد محدد والباقي اهملوهم. عملوا ان اللعيبه لغايه سن 16 سنه اللعيبه طوال القامه عن طول معين، اللعيبه دي الجول بتاعها بجونين. ها حازم؟ كل دي حاجات قرارات الاتحاد الدولي بيسمح لك ان انت تشتغل فيها، تعمل حاجات عشان تطور اللعبه عندك. فيا ريت نبص الهاندبول عملوا ايه؟ عملوا حاجه مثلا ميدو ده عملوا حاجه مهمه قوي اول مره اسمع عنها في التاريخ. انت النهارده جالك عرض وانت بتلعب في نادي مثلا هليوبلس، فجالك عرض من الزمالك وجالك عرض مثلا من الاهلي وانت مثلا عايز تروح الزمالك، مين صاحب القرار؟ مين صاحب القرار في انتقالك؟ الاتحاد. الاتحاد. ليه؟ قول لي. لا مش فاهم. يقول لك ان انت مثلا جاي لك الزمالك، فالزمالك ميدو مهاجم رايح الزمالك، حازم هناك موجود مهاجم مش هيلعب، يقول لك لا تروح الاهلي. طيب يعني بص يا حازم عملوا حاجات، بس خلي بالك الحاجات دي كلها كويسه لان الناس دي ما عليهاش ضغط. يعني لا بس ده في الناشئين بس حاجه. لا يعني انا قصدي هو ايه الضغط الناشئين؟ مش موضوع، مش قصدي اللعيبه، انا قصدي القرارات الاداريه. ايوه انا قصدي الناس دي ما عليهاش ضغط اعلامي، ما عليهاش ضغط، فبيشتغل براحته، بيشتغل صح. يعني انا كنت امبارح بعمل حلقه كده في الراديو، فبيتكلم على منتخب الشباب قبل بطوله كاس العالم اللي احنا طلعنا فيها مركز ثالث. الراجل بيلعب السويد في ماتش ودي قبل كاس العالم، فلعب بالسكند تيم، خسر فرق 10، قال لك انا اصلا نلعب مش هلعب بالاساسي، هلعب بالاحتياطي واخسر كتير عشان ما حدش يعرف انا هلعب ازاي. ده كويس جدا، لكن انت لما تقيس ده مثلا في كره القدم وتلعب بفرقه وهتلعب ماتش، عندك ماتش في كاس العالم خسرت 5-6، بس حسب انا مع ميدو وانت بتعمل ثوره تصحيح. أكمل بس اي شجاعه، ما انا بكمل بس. انت طول ما انت بتشتغل ومحدش واخد باله منك، بتشتغل صح، بس محدش ضاغط عليك انك لازم لازم لازم، فبتشتغل صح. الكوره انا قصدي في الناشئين. لا صح، حتى في الانديه محدش هيضغط عليك. لا انا قلت دي يعني مثلا لو طلعت دي حاجه طبعا. بس سيف بيقول مثلا دلوقتي على موضوع ان الاتحاد هو اللي يقرر، الكلام ده حلو قوي في الهاندبول، استغربتها جدا. لكن انت لو عملتها في كره القدم هتعمل، هيحصل ايه؟ هيقول لك ده انت اهلاوي وانت زملكاوي، بس ده اصل ده حازم قاعد هنا ومجدي ماشي. يعني في حاجات اكستريم قوي، يعني في حاجات كويسه جدا، بس طول ما انت مفيش ضغط عليك جماهيري ولا اعلامي بتعرف تشتغل صح. طبعاً. لان انت ما عندكش مش شايل حد هيشيل، انت بتشتغل اللي انت شايفه صح. ماشي. فلا الهاندبول بصراحه انجاز بجميع المقاييس، مركز اول كاس عالم، مركز ثالث شباب كاس عالم الكبار، طلعنا تقريبا ثامن في كل ده في 3-4 شهور. يعني عشان مصر فعلا رئيس الاتحاد عامل شغل حاجه مشرفه بصراحه، حاجه الحقيقه مشرفه، وحاجه تشرف ونبارك لهم ويا رب دايما من نجاح كده.